سفيان رجع حتى هو باش ما نكذبوش، اللي كان فرح سمع الميساج ديالي. ديما كنقولها ملي كنقول ما عندي حتى شي حاجه مع اللاعبين اللي كيستاهل خصو يجي. سفيان خدم دابا عام ونص، ماشي هي بزاف، مرة كيسحب لهم بزاف، حك عام ونص ما هي والو، دونك خدم عام ونص باش يرجع وكيستاهل. وفين كيستاهل؟ على جبان في لا ميور دي كومبيتيسيون هي لا تشامبيونز ليغ، وملي كتماركي في تشامبيونز ليغ بحال اللي دار، وملي خدم وملي عمره ما هدر. هنا كتشوف لاعب كبير عمره ما سمعتوش كيهضر، ديما خدم. هو الميساج اللي بغيت نسرد في هذا المنتخب بلا ما نهضرو، خدم وملي غتستاهل غتجي. من بعد انا خصني نحط له دي مينوت باش حتى هو يبين، غنشوفوا واش غنحتوها له في الماتش الاول في الماتش الثاني. بالحق اول حاجه بغيت نقول له برافو، ملي واحد عنده كومون جو بو دير فولونتي الرغبه يرجع باش يرجع في المستوى ديالو ويخدم على المنتخب، مزيان. هو ليكزومبل اللي بغيت نحطيه في هذا المنتخب. قبل كانوا كيجيو غير على الناس كيغوتوا ولا الناس خدامين وباغيين يجيبوا واحد الصحه. هو خدم، يمكن عنده 8 بوت في الشامبيونز ليغ ازياتيك، سي بتيت لو ميور بوتور. برافو لسفيان، وانا فرحان يجي وفرحان يجي يعاوننا. دونك حتى هو يقدر يعاوننا باسكو عنده اون سو مومون بحال اللي قلتي عنده لا كاليتي دوفون البوت باش ان شاء الله يعاوننا في ليفيكاسيتي. ما تنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.